أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من صدى الأقلام، حيث نعرض لكم فيها أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والعالمية، لكن بعد فاصل قصير. مقالنا الأول بعنوان رائحة الكبريت مرة أخرى المنتشرة في بغداد من صحيفة طريق الشعب. جاء في هذا المقال: ما زالت بغداد تعاني من رائحة الكبريت الخانقة التي تخنق سماء المدينة وتزيد من معاناة سكانها وخاصة مرضى الجهاز التنفسي. هذه الأزمة البيئية ترجع بشكل أساس إلى الانبعاثات السامة الناجمة عن استخدام الوقود الثقيل مثل النفط الأسود في محطات توليد الطاقة وحرق النفايات ليلاً. المسؤولون البيئيون يحملون الجهات الحكومية مسؤولية التهاون في معالجة هذه الكارثة الخطرة وسط تراشق الاتهامات بين الجهات المعنية دون حلول جذرية ناجعة. التغيرات المناخية هي الأخرى، واتجاه الرياح يزيدان الوضع سوءا كما يقول المقال، لكن السبب الرئيس هنا يبقى الفساد الحكومي الذي يعرقل أي خطوات جدية لحل هذه الأزمة. أكد عضو لجنة الصحة النيابية باسم الغرابي أن الجهات الحكومية تتحمل المسؤولية الأولى عن التلوث البيئي في العراق، حيث سجلت العاصمة بغداد تلوثا في هوائها بنسبة تصل إلى 70%. وقال الغرابي أن الحكومة لم تتخذ خطوات فعالة لمعالجة مشكلة التلوث، موضحا أن الإحصائيات تشير إلى وجود تلوث في الهواء والماء والتربة دون وجود أي معالجات مناسبة. وزارة البيئة تفتقر للإمكانيات الفنية والصلاحيات القانونية اللازمة لمواجهة هذا الملف الحرج، مشيرا إلى أن بغداد تحتوي على 18 محطة معالجة صممت لخدمة 3 ملايين نسمة، بينما يبلغ عدد سكان العاصمة حاليا حوالي 11 مليونا. وانتقد الغرابي خطط نقل مصفى الدورة إلى خارج العاصمة، مؤكدا أن إدخال تقنيات حديثة هو الحل الأمثل لتقليل المخلفات الملوثة. العراق بحاجة إلى زراعة 15 مليون شجرة كجزء من استراتيجية التعامل مع آثار التغير المناخي، داعيا الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لتحسين الوضع البيئي، بما في ذلك تعزيز التعاون مع الشركات الأوروبية في مجال معالجة مياه الصرف الصحي. ونقرأ تقريرا آخر من موقع شفق نيوز بعنوان تحذيرات صحية لأهالي بغداد في ظل الضباب الكثيف الذي يغطي بغداد، حيث يطلق المختصون تحذيرات من خطورة غاز ثاني أكسيد الكرب الكبريت الذي يصل إلى نسب قاتلة أحيانا قد تؤدي إلى اختناق وتوقف للجهاز التنفسي. ويؤكد الخبراء أن السبب الرئيس لهذه المشكلة هو الفساد الحكومي المستمر المستشري، والذي يمنع تبني الحلول المستدامة ويعرقل تنفيذ مشاريع تنقية الهواء وتطوير البنية التحتية. ومع تسجيل بغداد لأعلى نسب تلوث في العالم العربي، يبقى المواطن العراقي ضحية لهذه هذا الإهمال المتواصل، وخاصة في العاصمة بغداد. دول العالم تستثمر النفايات وتجعلها موردا سواء للكهرباء أو موارد الطاقة، إلا في العراق حيث تتحول النفايات إلى بيئة سامة. ونتيجة لهذا الطمر غير الصحي يتحول ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز سام قد يسبب مشاكل عند الأطفال وكبار السن. ويوضح التقرير أن استنشاق هذا الغاز السام قد يسبب عند الأطفال دون 5 سنوات التهابات رئوية والتهابات تحسسية في القصبات، وكذلك عند كبار السن. وقد يتطور الأمر إلى التهابات في الدم نتيجة الالتهابات الرئوية، وقد يكون عاملا مسرطنا، وبارتفاعه إلى نسب قاتلة قد يسبب توقف القلب والدورة الدموية، وقد يسبب الاختناق وتوقف جهاز التنفس. تصنف بغداد بالمرتبة الأولى في العالم العربي والمدينة 13 في العالم بتلوث الهواء في عام 2022، لكن لم يتم اتخاذ إجراءات منذ ذلك الوقت لغاية الآن،
بدوره أرجع مرصد العراق الأخضر المتخصص في شؤون البيئة أسباب انتشار رائحة الكبريت في سماء العاصمة بغداد بشكل متكرر إلى استخدام نفط عالي الكبريت في محطات التوليد. وحذر المرصد من أن هواء بغداد خاصة خلال الأيام الأخيرة بات محملا بمواد خطرة تهدد صحة الأطفال وكبار السن، مشيرا إلى أن بغداد تسجل لأول مرة نسبة تلوث في الهواء تصل إلى 515%. وكانت وزارة البيئة قد أوضحت في وقت سابق أن الانبعاثات الغازية الضارة والروائح الكريهة التي يعاني منها سكان بغداد خاصة في أوقات متأخرة من الليل ترجع إلى احتراق النفط الأسود في محطات توليد الطاقة ومعامل الإسفلت والطابوق، فضلا عن إشعال النيران في مطامر النفايات غير الصحية في أطراف العاصمة. ومن صحيفة صوت العراق بعنوان مقال نقرأه: تدهور الدينار العراقي غثاثة سياسية واقتصادية، للكاتب عبد الجبار نوري. يقول نوري: شهد الدينار العراقي هبوطا غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي، حيث تخطى حاجز 150,000 دينار لكل 100 دولار. الخبراء هنا يرون أن هذا التدهور مرتبط بشكل مباشر بالفساد السياسي والاقتصادي، إذ أن النخبة الحاكمة لم تتخذ بعد إجراءات جدية لمكافحة هذا الفساد، ما جعل الاقتصاد العراقي تحت رحمة المضاربين وتجار العملة. الحكومات المتعاقبة على السلطة بعد عام 2004 ولحد اليوم غير جادة في المكافحة الفساد ونهب المال العام، لذا أصبح ينخر عظم المجتمع العراقي، وانتشرت تلك الظاهرة الطفيلية لترقى إلى أن تكون شبحا مخيفا بهيئة مؤسسات يديرها مافيات أحرقت الأخضر فالأخضر ثم اليابس، وعجز في ميزانية الدولة بمقدار 37 مليار دولار، ناهيك عن ارتهان البلد بديون خارجية بسبب الفساد الإداري ونهب المال العام. ما اضطر العراق، وهي الكارثة الكبرى، أن يلتجئ إلى صندوق النقد الدولي في الاستدانة لسد العجز ووقوع العراق ضمن هذا الاخطبوط الرأسمالي، بدفع الحكومة لنهج فوضوي ارتجالي غير مدروس من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى تغول الدولار الأمريكي. الجميع متفق اليوم حول ضعف تدابير سير المال في بلادنا، حيث التردي في الأداء وغياب الشفافية ومواكبة المعلوماتيات الرقمية المعصرنة وجمود وتخلف في سن القوانين الداعمة لثقافة النهوض والالتحاق بالدول. مهم الآن سماع رأي الحراك المدني الشعبي في الشارع العراقي باحتجاجات مليونية بشعارات سلمية تدعو إلى استمرار النضال ضد الفساد الجاري ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وتفعيل المساءلة بحق المتورطين وفتح التحقيق الفوري، ولا ضير أن تدول وتكون بإشراف الأمم المتحدة في العراق وفي كل وزارة على حدة. محاربة الفساد تبدأ بإنهاء المحاصصة، إنشاء محاكم مختصة بديلة عن الهيئات القضائية، وعدم إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وتقديم ملفات الكسب غير المشروع، والكشف عن الفارين وإحالتهم إلى القضاء. ونقرأ من موقع عربي 21 مقالا بعنوان: ماذا تعني إسرائيل بتغيير الترتيب في لبنان؟ سؤال وجيه، هذا ما يسأله ساري عرابي. إسرائيل تعمل على إعادة ترتيب الشرق الأوسط من بوابة الحرب على لبنان في إطار خطة أوسع نطاقا للهيمنة الإسرائيلية والأمريكية. هذه الخطط تعود إلى مشروع المحافظين الجدد في عهد بوش الابن، والذي بدأ بغزو العراق في 2003 ومحاولة غزو لبنان في 2006. هدف إسرائيل هو تعويض العمق الاستراتيجي الضيق من خلال احتلال أراضي لبنانية
الولايات المتحدة هنا تدعم هذه التحركات كجزء من خططها الكثيرة للهيمنة العالمية، بما في ذلك مواجهة صعود الصين وتطويق روسيا. إسرائيل هنا ترى أن الوقت مناسب للغاية للضغط من أجل هذه الأهداف في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية، ويرى أن الصراع اللبناني الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من صراع أكبر لتحسين شروط الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية. الظرف اليوم بالنسبة للأمريكان يبدو مواتيا بنحو أحسن. صحيح أن الرعب قد لف المنطقة بعد ضربات 11 من أيلول، وقد غزت الولايات المتحدة العراق خارج إطار الأمم المتحدة وأظهرت غضبها الكاسح، وانعكس ذلك خوفا وهلعا لتبدأ التحولات الأكثر عمقا وخطورة في النظام الإقليمي العربي، بالمزيد من التبعية المخزية للولايات المتحدة بخلاف ما توقع كثيرون. تأتي هذه الحرب لتكون حربا أمريكية، ليس فقط لأن الخطط الأمريكية لهذه المنطقة قديمة ومعلنة وجرت محاولات دامية لإنفاذها، ولكن أيضا لأن موقع إسرائيل في المنطقة باتت أهميته تتجاوز كونها ذراعا للإمبراطورية الأمريكية في المنطقة، إذ إن تسوية أمور هذا النزاع باتت ضرورية لخدمة أهداف الهيمنة الأمريكية في العالم، سواء في مواجهة الدائرات في أوروبا الآن الحرب الروسية الأوكرانية أو محاولة تطويق الصعود الصيني. فالاعتقاد بأن الانشغال الأمريكي بالملفات الأخرى سيجعلها غير معنية بالشرق الأوسط هو اعتقاد خاطئ، وما يقال عن كون نتنياهو لا ينصاع للولايات المتحدة غير صحيح، فخلافات نتنياهو مع إدارة بايدن تبقى في إطار العام المحتمل وفي ضوء السياسات العريضة المتفق عليها، وما سوى ذلك يمكن تسويته كأي خلاف على طاولة شركاء متحدين. الدور الأمريكي على هذه الطاولة الآن هو الترشيد وإنضاج الظروف وتحسين الشروط لصالح إسرائيل. وفي صحيفة القدس العربي نقرأ مقالا بعنوان طوفان الأقصى، العاصفة التي أيقظت العالم برمته، للكاتب مثنى عبد الله. يقول فيه عبد الله: الاعتقاد السائد بأن القضية الفلسطينية قد ماتت هو اعتقاد خاطئ للغاية، والشعب الفلسطيني ما زال يقاوم رغم المحاولات لتذويب قضيته. العدوان الإسرائيلي المستمر يولد المزيد من المقاومة، يقول، وليس العكس. الاحتلال الإسرائيلي كذلك يعزز فكرة المقاومة مع كل عملية قتل وتدمير وتهجير يقوم بها. في المقابل فإن المجتمع الدولي يتجاهل حقيقة مهمة، أن هناك شعبا يعيش تحت احتلال غير شرعي. الصراع ليس دينا، يقول الكاتب فحسب، بل هو صراع وجودي بين شعب محتل ومحتل، والغرب يحاول تغليف إسرائيل من جانبه بقناع حضاري، لكنها باتت مكشوفة أمام المجتمع الدولي برمته. الطوفان الفلسطيني، يقول، سيستمر حتى يتحقق للشعب الفلسطيني حقه في الحياة الكريمة. قد يقول البعض إن عام الطوفان كانت كلفته باهظة على أهلنا في فلسطين عامة وفي غزة خاصة، بينما الكلفة على إسرائيل أقل، وهذا كلام خارج عن المنطق تماما ولا يستقيم مع حقائق الأمور. ولو كان هو كذلك لكان شعبنا في الجزائر ما زال يئن تحت الاحتلال الفرنسي حتى اليوم، ولما دفعوا أكثر من مليون شهيد. وعلى القياس نفسه تأتي فيتنام وغيرها من الشعوب التي ناضلت طويلا ودفعت كلفا كبيرة ضد المحتلين. فالعدو الصهيوني واهم جدا إن ظن أن الاستمرار في القتل والتدمير سوف يأكل من جرف المقاومة، بل إن استمراره في العدوان على الأقل يمكن أن يشتري به بضعة شهور أو سنوات، ولكن الاستمرار بالعدوان يؤسس لأجيال جديدة من المقاومات التي تستجيب على الوحوش. ولا بد من الإقرار بأن هناك حقا أصيلا هو حق الإنسان الفلسطيني بأن يبقى في أرضه وأن يكون هو صاحب السيادة على نفسه وعلى أرضه وداره. كان 7 أكتوبر نتيجة من نتائج الاحتلال والقتل والتدمير والتجويع الذي مارسه العدو على مدى عقود طويلة،
نعم، لقد تكبد شعبنا خسائر كبيرة في قطاع غزة خلال العام المنصرم، حيث بات حوالي 80% من القطاع مدمرا، وهناك عدد كبير من الشهداء والجرحى والمفقودين الفلسطينيين. لكن إسرائيل التي زين الغرب وجهها القبيح بقناع حضاري باتت متوحشة أمام المجتمع الدولي، وبه كسبت القضية الفلسطينية زخما كبيرا من التأييد والفهم العقلاني قل نظيره من قبل. وتحركت المؤسسات الدولية القانونية وشرعت بتجريم قادة العدو السياسيين والعسكريين، وبذلك خسرت إسرائيل الكثير من التعاطف والتأييد الذي نالته سابقا من الكثير من الدول وشعوب على يد أبطال المقاومة الفلسطينية. أحداث هذه الحلقة مستمرة بعد الكاريكاتور. ابتداء من هذا الخريف سيكون لدى الركاب في ستوكهولم خيار جديد للنقل العام عند السفر بين مبنى البلدية وضاحية إيكيروا في المدينة. عبارة هيدروفويل قارب بزعانف مائية كهربائية تطير فوق الماء وتستخدم ما يصل إلى 80% أقل من الطاقة مقارنة بالعبارات التقليدية العاملة بالديزل. العبارة من شركة كانديلا، وهي شركة سويدية أطلقت الأنموذج الأول لسفينة هيدروفويل كهربائية عام 2016، ونظرا لمحدودية تقنية البطاريات أجنحة وزعانف رافعة كان من الصعب كهربة القوارب، إذ تعد بطارية الليثيوم آيون أقل كثافة للطاقة من الديزل أو البنزين. لذلك فإن استبدال كل الوقود الذي تحتاجه سفينة ما يتطلب بطاريات كبيرة جدا وثقيلة للغاية، بحيث يتعذر حملها هنا. حيث يأتي هنا دور تقنية الهيدروفويل بمثل الأجنحة الموجودة أسفل أي قارب كان، ترفع هذه الزعانف السفينة أو الزعانف السفلية هذه السفينة من الماء، بحيث تطير بشكل أساس على طول سطح الماء، ما يقلل من السحب ومقدار الطاقة التي تحتاجها. حيث ترى شركة كانديلا أن هذا الاختراع يعد من أحدث ثورات الاختراع في وسائل النقل الحضري. نتابع وإياكم فيديو اليوم. They are, some of them are thick, some of them are much thinner, some are softer, so...
هذا اللي بيدك تروح كم سم إلى اللقاء.